بالنسبة للتخصيصات الخاصة بمستحقات المقاولين، اليوم كنا بحديث مع الأخ وكيل وزير التخطيط، راح نطلق هذه المبالغ فقط، يعني المعاملات تحتاج تدقيق من الرقابة المالية اللي موجودة دارة الرقابة في الموصل، أما المبالغ فانطلقت وإن شاء الله هذه المشكلة بالنسبة لنا انتهت، يعني فليطمئنون الإخوان المقاولين صار إطلاق لهذه المبالغ. أيضا أريد أخبر أهلي يعني أنه المرحلة بالنسبة للأموال المجمدة راح تنطلق بقوة وتترجم على الأرض وراح تشمل كثير جدا من المشاريع في مدينة الموصل، كثير من الأحياء يمكن راح إذا عدد قسم منها راح أنساها يعني، بس أعرف الآبار، الهرمات، القاهرة، الفلاح، جوجلي، سهل نينوى، كثير من الأحياء هذه راح تكون ضمن الخطة. وأيضا بالنسبة للأقضية والنواحي أعتقد هذه الخطة أيضا ثورة إعمار كبيرة راح تصير تشمل جميع أنحاء المحافظة. وبالنسبة لمطار الموصل اللي هم أهلنا جميعا إن شاء الله قريبا على وعد دولة رئيس الوزراء راح يكون هنا قريبا ويضع حجر الأساس.